وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. تنشكر الناس اللي تيدعموا هذه القناة تيخليوا لي تعليقات زوينين. المهم تنشكرهم داخل الوطن وخارج الوطن. إن شاء الله بحول الله تعالى بحول الله وقوته غادي نبداو نديروا واحد الوصفات طلبوها مني بزاف العيالات اللي عندهم مشاكل الزوجية وعندهم سحر التفريق، عندهم السحر الأرحام، عندهم السحر بزاف الأسحار كاينين. نتمنى والله سبحانه وتعالى ينزل اللطف من عنده. تقدري تبطلي وانتي في مكانك، تقدري تبطلي السحر وانتي في بيتك، ما تلتجئي لتشي حاجة فيها شركيات. نطلب الله سبحانه وتعالى يعيننا على هذا الأمر إن شاء الله. تاخدي ماء وملح، تاخدي 3 صور ديال الزوج إذا كنتي حاسة بأنه عنده سحر وانتي عندك سحر، يكون عندي لكم سحر التفريق أو سحر الأرحام أو سحر الأرحام. سحر الأرحام هو تيديروا المرأة باش ما تخرجش تولد. سحر التفريق هو السحر اللي تيكون باش يفرقوا بين المرأة والراجل. أصل كل شيء هاد الأسحار كلها من الحسد والناس اللي ما سيبغوش لك الخير. نحاولوا اليوم نديروا هاد الوصفة لعل وعسى ربي ينزل العفو من عنده. تاخدي بحال المرأة اللي عندها سحر أو الراجل اللي عنده سحر، المرأة عندها راجلها مسحور وهي مسحورة، تاخد 3 صور، 3 صور ديالها، فوتوكوبي ديال 3 صور ديالها ونديرهم هنا، و3 صور ديالو فوتوكوبي نديرهم هنا، نزيد عليهم ملح ونقرا عليهم هاد الصيغه. صورتها من 69 حتى 70، وصورة الفرقان 23، وصورة إسراء 81. وألقي ما في يمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر من حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثالثة من 81 في سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نقول هاد 3 صيغات. المهم سورة طه من 69 حتى 70، عندك سورة الفرقان 23، سورة الإسراء 81، هادو لإبطال السحر. تقولوا هاد الصيغة تبداو بالفاتحة 7 مرات، وتبداو هادو تقولهم 7 مرات، كل آية تقولوها 7 مرات، 7 7 7 والفاتحة 7، وتقولوا هاد الدعاء ولكن كتبوه. نقدر الدعاء نكتبو لكم الآيات، نكتب لكم الأرقام ديالها باش تعقلوا إن شاء الله. تقولوا هاد الدعاء ونفت على هاد الماء ونخلي هاد الماء مدة 7 أيام ونحيد 6 صور، نخلي هاد الماء ونفت سبحالك. المهم الفاتحة 7 مرات وهاد الآية السحر 7 مرات والدعاء 7 مرات، ونفت على الماء
ونخلي مدة 7 أيام، ونهز دوك التصيورات ونشفهم، نديرهم في شي زيف بيض، وهذا الماء نخويه في شي مكان عاشب لأن مقري عليه القرآن. إن شاء الله بحول الله غادي تلقاو واحد الراحة لا توصف، لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحاولوا هذه نكرروها مدة 7 أيام، المهم كل 7 أيام تنكملوا 21 يوم. إن شاء الله البنت اللي عندها تعطيل الزواج، تفريق، هذا سميتو سحر الأرحام. المهم نتمنى والله سبحانه وتعالى تكون لكم عون ومعين على هاد تبطيل الأسحار. ما بقى لي غير نقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتأبوناو عندي إن شاء الله بحول الله وقوته. تنتمنى لكم تديروا هذه الوصفة وتكونوا بخير وعلى خير. إلى وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.